Fourth grade, Unit 1, past tense. Good morning, girls. How are you today? I want to ask you some questions. What's today? What was yesterday? What's tomorrow going to be? What's the date of today? Please write down your answers on a piece of paper and send your answers to me. Okay? اكتبوا لي أجوبة الأسئلة هدول. What's today? What was yesterday? What's tomorrow going to be? What's the date of today? اكتبوا لي اياهم على ورقة وصوروهم وأرسلوا لي اياهم. Last time our lesson was about simple past tense. درسنا كان عن الفعل الماضي وأخذنا بعض الأفعال. Take, took, go, went, fly, flew, have, had, drink, drank, meet, met. هدول الأفعال اللي أخذناهم المرة الماضية. كتبت لكم أول إشي present المضارع وبعدين past. تمام؟ اليوم بدنا نكمل وناخد أكتر ونتوسع أكتر عن الفعل الماضي simple past tense in English. أكتر الأفعال الماضية باللغة الإنجليزية نعملهم بإننا نضيف الـ ed على آخر الفعل المضارع. يعني مثلا عندنا كلمة play يلعب، إذا حطينا لها ed بتصير played لعبة. help helped, listen listened, wash washed, visit visited, start started, thank thanked, walk walked. كلهم تقريبا الافعال بالانجليزي عشان نعمل الماضي تبعهم زي ما قلت لكم بنحط لهم ed. زي انا كاتب الجملة هون زي ما انا كتبتها simple past tense of regular verbs is formed by adding ed. الافعال معظمهم بالانجليزي بنسميهم regular verbs، أفعال عادية. كمان مرة الأفعال play يلعب، played لعبة، visit يزور، visited زار، help يساعد، helped ساعد، start يبدأ، started بدأ، listen يسمع، listened استمع، thank يشكر، thanked شكر، wash يغسل، washed غسل، walk يمشي، walked مشى. إذا سألتك إيش الماضي من كلمة play لازم تقولي لي played. What's the past tense of visit? It's visited. The past tense of help? Helped. The past tense of start, started. وهكذا. الأفعال بالإنجليزي بنقسمه لقسمين. Regular verbs هم الأفعال العادية اللي منزيد لهم ed بالماضي. Irregular verbs هم الأفعال اللي لما بدي أعمل الماضي تبعهم بغير الكلمة كلياً. خلينا نتطلع كمان مرة على الregular verbs الأفعال العادية. Play, played, visit, visited, help, helped, start, started, listen, listened, thank, thanked, wash, washed, walk, walked. Can you put them in a full sentence? تقدروا تجربوا تحطوهم في جملة مفيدة؟ طيب نتطلع على الـ irregular verbs بالجزء الثاني من الشاشة. Take, took. انتبهوا الماضي تبعها تغير كليا. امت الـ A وامت الـ E وحطيت double O بالنص. Go, went. تغيرت كلها مش نفس الأحرف من مرة. Go went ولا بيشبهوا بعض من مرة. Fly ماضيها flew. Fly, flew. امتى الواي حطيت بدلها E, W.
have had. غيرت كتير فيها كمان. تقدروا تلاحظوا الاختلاف. drink drank. امتل I وحطيت بدلها A. meet met. امتل واحدة من الدبل E وخليت بس واحدة. meet met. فإذا irregular verbs الأفعال الشاذة منغير الكلمة كليا لما بدنا نعمل الماضي تبعهم. وعلى فكرة ممكن الفعل ما يتغير، مثل put الماضي تبعها put، cut cut. لقدام رايحين ناخد كتير كلمات وكتير أفعال نشوف هل هو irregular verb ولا regular verb. Now why do we use simple past tense؟ ليش بنستعمل الفعل الماضي الزمن الماضي زي بالعربي وزي كل اللغات بالعالم؟ We use the simple past tense to talk about the past، عشان أتحدث عن إشي حدث فعل في الزمن الماضي. ممكن يكون عندي في نفس الجملة اللي بتحكي عن الزمن الماضي أي كلمة بتدل على ماضي، مثل yesterday معناها امبارح، أمس، in the morning إشي حدث صباحا، هذا حدث وخلص، last week الأسبوع الماضي، two days ago قبل يومين، last month الشهر الماضي، last year السنة الماضية. Now write the suitable form of the verbs. هون بدنا نحط الصيغة المناسبة للفعل. إذا انتبهتوا هدول الجمل بيحكوا عن الزمن الماضي، عشان هيك لازم نستعمل الفعل الماضي. In the morning I my face. Yesterday I to school. I tennis with my friends. أحمد a movie star last week. She her mother in the house. He to music yesterday. We our teacher for her efforts. Efforts يعني مجهود. So what did you learn today? Send me a voice message. Tell me about what you learned. شو تعلمت اليوم؟ بدي منك مهمة وعليها علامات، هي انك تبعتيلي تسجيل بصوتك تشرحيلي فيه شو فهمتي من درس اليوم، وكمان بدي تكتبيلي جملة فيها فعل عادي يعني بنتي بإيدي بالماضي، وجملة تانية فيها فعل شاذ يعني بتغير الفعل كليا. اكتبي لي اياهم على ورقة وصوري لي اياهم وابعتي لي اياهم.